السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو هذا تكملة ديال البارح. وصلت هذوك لي بلون دو طرافاي خصني نقصهم، لان كما قلت لكم العبارات جبناهم شويه وافيين باش نقدروا حنايا نقطعوهم من راسنا ونجيبوا العبار هو هذاك، لان كتعرفوا واخا نقدر نعطي العبار بالضبط يعني النجار يقدر ما يجيبليش العبار اللي بغيت، داكشي باش فضلت انني نخدم داكشي الراسي. المهم كما كتشوفوا هنايا كناخذ القياسات كنشوف بعدا واش كاين لونغل دغوا، ها وحده. ثاني حاجه غادي نطراسي نحيد واحد الجانب من هنايا، يعني واحد الباندا كلها غادي نحيدها، لحقاش عبرت عندي متر وخمسين، اللي غادي يبقى فيها هي متر وربعة وربعين، يعني 6 سنتيم خصني نقسمها على هنا وهنا باش نحيد ويجيني داكشي القطع ديالي انا نقطع مزيان، لان اغلبيه ديال النجاره قليل قليل صراحه اللي كنشوفو كيخدم بسي سيركولير، اغلبيه كيخدموا بالسوتوز، السوتوز راه كتعوج، حتى السي سيركولير راه بعض المرات الا ما كانتش مضبوطه راه كتقطع القطع عوج. ما عدا يعني الالات الكبار راه كاينين عندهم تيخدموا بهم، ولكن شي مرات كيعكزو يخدموا بهم كيبغيو يقطعوها بالسوتوز، ودائما كنلقى هذا المشكل هذا. المهم هادشي راه كنهضر عن تجربه، لان شحال من حاجه كنت كنصاوب بعض النجار وكنتفقس، هذا هو اللي خلاني نوض نتعلم راسي باش ندير الحويجات راسي، الحاجات اللي ممكن نخدمهم، لان الالات ما عنديش. لو كان كان عندي شي كراج كبير وكانت عندي الاستطاعه ندير يعني الالات الكبار، فكونوا اكيدين ان بلا براتيك راه الواحد كيتطور، لان كنشوف غير مقارنه بكيفاش كنت كنخدم وكيفاش ولينا كيفاش وليت انا كنخدم وكيفاش ولا حتى سليمه تيخدم معايا، ويعني الحمد لله راه كاين الاتقان ماشي بحال شحال هذه، لا براتيك هي كلشي. المهم كما كتشوفوا هذيك المسطره اخيرا لقيتها شحال هذه وهي مجلية عندي هذيك المسطره. بالنسبه للمسطره فيها الميزان الماء زوينه صراحه عجيبه، كنت لقيتها عند دوك الناس اللي كيبيعوا داكشي ديال برا وشريتها ب70 درهم، يعني بشحال هذه وهي عندي الصراحه كتنفعني بزاف. هنايا كما قلتكم شديت بالسيرجوا، اشنو درت كما كتشوفوا راه باش نقطع داك الجزء اللي بغيت كنزيد نعبر بين لامد المنشار وديك الحاشيه اللي كاينه في هذا تقريبا فيها شي 3 سنتيم ونص، عاد درت المسطره باش كنمشي مع المسطره نيشان ويعني كيمشي القطع مزيان. هو كان عليا نزيد السيرجوان في البلون دو طرافاي من اللي نشدهم كاع ما يتحركوش، اما المسطره كانت شاده مزيان الحمد لله، بعدا القطع جاني مقاد واخا هرب ليا واحد شويه البلون دو طرافاي، ولكن راه تداركت داك المشكل الحمد لله، ما بانش داك الشيء في الاثار ديال القطع. هادشي اللي كان، لان هنايا كنت كنخدم بوحدي سليمان ما كانش، وزعمت عليهم باش يعني باش ما نبقاش هكا دائما، بزاف د المرات كنأجل شحال من خدمه حتى كيجي هو كيكون عيان بالخدمه والصداع ديال الدراري وكلشي، وكيجي يعاود نبرسطو انا بالخدمه داكشي علاش. المهم كنحاول ما امكن الحاجه اللي نقدر نديرها بوحدي نحاول نديرها، واخا راه هاد لي بلون دو طرافاي باش نهزهم رفعوا لي ظهري، ايوا ما عندنا ما نديرو هادشي اللي عطى الله. المهم دابا غادي نعبر من هاد الجهه اللي انا قطعتها مقاده ونمشي ندير 44 سنتيم بالضبط، باش كيما قلت لكم خليت واحد شويه الحاشيه تجي خارجه من هاد الموبل هذا اللي يجي هنايا جهه الطريق، من كل جهه تقريبا كتبقى واحد جوج سنتيم يعني من هذاك القدام ديالو ومن الجنب ومن الوراء ديالو. هادشي اللي كاين تراسي داكشي مزيان كيما قلت لكم، واخا كنحاول ما نبقاش نزقل لان عندي ديك المشكله مع السنتيم ونص سنتيم، لان كيما قلت لكم المترو داير الجهه ديال اليمنيين، انا خصني شي واحد غوشي غادي نقلب عليه حتى نلقى، لان الماتيريال خصني نلقى اغلبيه هادو اللي عندي كاملين راهم مقلوبين للجهه اليمنيه، داكشي باش كتشوفوني كنتمحن معاهم، اما لو كانوا دايرين في الجهه اليسريه فاكيد غادي نخدم وانا مرتاحه ماشي مشكل. المهم تراسيت كيما قلت لكم الجهه الاخرى نفس الطريقه، يعني تراسيت الخط اللي غادي نقطع ومن بعد منه كنعاود ندير من بين داك الخط وبين الداخل كندير تقريبا واحد 3 سنتيم ونص، اللي هي كيما قلت لكم ديك الباندا اللي كاينه بين اللاما وبين داك التحت ديال السي سيركولير، باش يعني نكالي مع المسطار. صافي هذا هو اللي كاين، دابا غادي نقلبو عاوتاني. وهذا الشيء التراساج اللي تراسيت راه تراسيت من التحت، يعني ما زعمتش نتراسي من الفوق، لان اش كيوقع ليا انا في الصباغه انتما راه كنتاكد، لان كنت صحابني واش 3 سنتيم
ولكن كنتاكد مزيان كنوضع اللاما في داك الخط اللي تراسيت ونوضع واحد النقطه، ومن بعد لقيتها راه 3 سنتيم ونص بالضبط، 3 سنتيم ونص وتقريبا واحد الميليم، مهم ميليم او اقل من ميليم ما غاديش ياثر بزاف، لان كما قلت لكم هاد الحاشيات غادي يبقاو شايطين من هنا ومن الجوانب، ما غاديش يبان شي ديفو ان شاء الله. صافي وغادي ندوز كما قلت لكم التراسي داكشي مزيان وندير الخط اللي قلت لكم علاش تراسيت من الظهر، لان اش كيوقع الستيلو حاولوا تفادوا، خصوصا اللي بغى يتراسي شي حاجه ما يتراسيش بالستيلو في الواجهه، لان الستيلو الا ما حكيتوش واغلبيه ما كيبغيش يتحك، خصكم بقاو كتحكوا حتى يطيح لكم كتافكم، واغلبيه ما تيتحيدش، والديفو ديالو هي حيت صبغوا فوق منه كيبدا يخرج كيبدا يضيع. وقعت لي في الكوزينه اللي عندنا في الشقه، كان النجار ماشي انا، النجار تراسى بواحد ستيلو حمر، ايوا اش غنقول لكم، عييت ما نحك فيه ما بغاش يتحيد، لان كنت عارفه هذه المساله هذه. من بعد قلت راه غادي نصبغ فوق منه ثلاثه ديال الكوش ما غاديش يبان، واش غنقول لكم ما بان لجياش في الاول، وغادي تكونوا شتو يعني فاش ولاتكم الكوزينه ما كان لا ديفو لا والو. من بعد مده بدات كتخرج واحد البقعه حمراء ديال ستيلو، يعني بقعه ماشي ديك التراساج الصغيور، يعني بقعه كيولي كيديع من تحت من هذا. ردوا البال انا خدمت بالقلم واخا داكشي تراسيت من التحت، لان تعقدت من هذه المساله هذه. القلم بعدا على الاقل راه تقدروا تمسحوه بلا غوم، ما ستيلو راه ما كيبغيش يتحيد. المهم ما عرفتش شحال تقال هاد لي بلون دو طرافاي، راه تبارك الله، لان يعني المدريات راه تقال بزاف. هنايا درت واحد الخشيبات تحت منهم باش نقدر نقطع وانا يعني ما يهبطش ليا بزاف. كما قلت لكم راه الخدمه بوحدي كتجيني شويه صعيبه، ولكن معليش كل ما درتش هكا، لان سليمان ما كيجيش بكري وغادي يضيع ليا النهار، واخا ما كملنا حتى الليل يعني حتى تقريبا قربت العشاء عاد وقفنا على الخدمه. ايوا ما عندنا ما نديرو، غادي نسربيو شويه باسكو غادي نقولها لكم بالفرنسي والباقي بالعربيه. لحقاش خصنا نسربيو الكوزينه، ما كرهتش نساليها قبل من العطله، لان العطله كما قلت لكم ما بغيتش يضيع ليا الوقت عاوتاني في الكوزينه، ما كرهناش نديرو الفران ديال الطين، وما كرهتش العشاء ديال الدجاج، انا عييت هادشي مطول وممل صراحه. انا كنقول لكم انا فيديوهاتي وعارفهم مليين، غير تبقاو معايا شويه صافي، لان خصنا ضروري نزيدو هاد الاشغال هادو عاد ندوزو داكشي اللي هو ممتع، نصاوبو خضيره، نصاوبو يعني بزاف الحوايج اللي خصنا نخدمهم ان شاء الله في الارض. اما هادشي اللي حدو مرونة طبعا كياكل لنا الوقت، وخصوصا في الوقيته ديال الخدمه راه صعيب الحال شويه ديال على سليمان كيجي عيان صراحه. ما عليناش، المهم الحمد لله قطعت بعد هذا الاولاني اللي قصير، ومن بعد جريت هذاك اللي في القنت درت له نفس العمليه، وتسنيت سليمان حتى جا باش نقطعوا الاخر اللي جاني شويه صعيب باش نهزو بوحدي، لانه ثقيل وصعيب ما عنديش كي ندير ندوز نهزو من الجهه الاخرى، مازال هادو شويه غادي يتجروا. ما عليناش، المهم فاش كملناهم كاملين ما صورتكمش دوك اللقطات بلا ما نزيد نطول عليكم اكثر من هكا، المهم راكم فهمتوا شنو درنا. درنا هاد الزيت ديال ماتش كاتبين فيها دولا، ما عرفتش واش مناش مصاوبه الله اعلم، المهم كتحمي الخشب، خديناها عند الدروغري مسحناهم مزيان، يعني ماشي مسحناهم، حاولنا ندخلوها مزيان في الخشب، تقريبا استهلكت عليهم اكثر من نص قرعه، يعني كثر الصراحه ما عرفتش واش هكا كيديروا. ودرت لهم في الواجهه وفي الجناب وحتى في الظهر، يعني قلبناهم هادشي كما كتشوفوا راه كنخدموا في الليل، يعني بغيتهم باش ينشفوا مزيان، باش يمشي ينشفوا باش تدخل هذيك الزيت مزيان ان شاء الله، عاد باش ندوزو نحكو ونديرو لاتانت والفيرمي. هذا هو اللي كاين بالنسبه لهذا اليوم هذا، نتمنى تستحملونا، تزيدوا تستحملونا واحد شويه، الكوزينه راه تبارك الله راه قربت تبدا تبان، باش الفيديوهات المقبله ان شاء الله غادي نختاروا اللون اللي غادي نديرو، مازال حيره الصراحه واش ندير الابيض ولا لا. المهم داكشي غادي تعرفوه من بعد ان شاء الله بحول الله.
شكرا على المتابعة وشكرا على البارتاج، ونتلاقاو في الفيديو المقبل بحول الله. إلى اللقاء.